ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقات كوكب الطيور والحيوانات. كلامنا بإذن الله النهاردة هيكون عن ديدان الرطوبة السوداء التي تظهر في الحمام والتي تظهر في المطبخ. لكن قبل ما أتكلم عن الديدان اللي بتظهر في الحمام لازم نفرق ما بين الديدان وبين اليرقات. في أنواع ديدان كتير بتظهر في الحمام، لكن لازم نعرف إيه الفرق بين اليرقات والفرق بين الديدان عشان نعرف المصدر الأساسي أو المصدر الرئيسي اللي أدى لظهور هذه الديدان في الحمام عندنا أو في المطبخ. عندك ثلاث أنواع من اليرقات ممكن نشوفها في المطبخ والحمام، وللأسف في ناس كتير بتطلق عليهم أو بتقول عليهم إنهم ديدان. يعني عندنا مثلا في دود صغير أسود بيظهر في الحمام، وده يعود أو ده يعتبر يرقات ذباب الصرف اللي بيظهر في الحمام، وبيكون هذه اليرقة دودة صغيرة جدا وتستمر في هذا الشكل لمدة أيام، بعد كده بتتحول إلى ذبابة وتقوم بالطيران. يبقى كده عندنا اول يرقة بنقول عليها دودة، وهي يرقة ذباب الحمام او ذباب الصرف. تاني دودة وهي الدودة البيضاء او الدودة الصغيرة البيضاء اللي بتظهر في المطبخ او بتظهر في ارضية المطبخ والحمام، واليرقة ديت برضو بتكون في شكل دودة لكن مدة ايام بسيطة، وبتتحول من الشكل بتاعها الى شكل ذبابة منزلية وتقوم بالطيران. النوع الثالث برضو اللي بنخلط بينه وبين الدود وهو يرقة الناموس او يرقات الناموس. الناموس كلنا عارفين انه بيدخل الحمام وبيتجمع فوق اي مياه راكدة ويقوم بوضع البيض، وبعد ايام بسيطة بيفقس هذا البيض وبتظهر يرقات في شكل ديدان، ولكن بيكون رأسها كبيرة بعض الشيء. وهذه اليرقات خلال ايام بسيطة بتتحول من الشكل اللي بنشوفها فيه في شكل ديدان الى شكل ناموس مرة اخرى وتقوم بالطيران. يبقى كده في ثلاث انواع من الديدان اللي بتظهر في المطبخ في ارضية المطبخ وبتظهر في ارضية الحمام، بيكونوا اساسا يرقات لحشرات تانية وبيكونوا في صورة ديدان فترة زمنية بسيطة، وبعد كده بتتحول هذه اليرقات الى حشرات لشكل تاني وبتأخذ شكل تاني وسلوك اخر في الحياة. اما الديدان اللي هي بتظل طول الحياة او طول دورة الحياة ديدان، هي ديدان الارض الحمراء، ودي ممكن نلاقيها اسفل السيراميك او اسفل بلاط الحمام او في الاماكن الملوثة بمياه الصرف، دي اسمها الدودة الحمراء او دودة الارض الحمراء. تاني نوع وهي دودة شعر الخيل، وهذه الأنواع من الديدان تعتبر من أخطر أنواع الديدان اللي ممكن تعيش في المستنقعات أو المياه الراكدة أو اللي ممكن تظهر في بعض الأحيان في مياه الصرف وبتدخل في مواسير الصرف. هذه الديدان تنتقل إلى الحشرات، وبيكون الحشرة أو بتكون الحشرة بيئة لحياة هذه الديدان، بتنتقل من البيئة الأولية إلى هذه الحشرة وتكبر فيها هذه الحشرة، وبعد كده تخرج مرة أخرى وتتكاثر في أي مياه راكدة. هذه الديدان اسمها ديدان شعر الخيل. النوع الثالث من الديدان هي ديدان الدم، وهذه الديدان أيضا تعيش في بعض أماكن المياه الراكدة والصرف، وممكن تدخل في مواسير الصرف وتظهر في بعض الحمامات. تعتبر ديت هي الديدان اللي يطلق عليها ديدان واللي بتعيش طوال دورة حياتها في صورة ديدان. أما اليرقات السوداء أو الديدان الصغيرة السوداء دي يرقات لذباب الحمام، ولو كانت يرقات بيضاء بتكون يرقات لذباب المنزل، ولو كانت صغيرة خالص لا ترى بالعين المجردة بتكون يرقات تابعة للناموس. وصلنا لأهم جزء في الحلقة، وهو إزاي أتخلص من كل ديدان الرطوبة اللي ممكن تظهر عندي في الحمام أو في المطبخ، وإزاي أساسا أتفادى ظهورهم عندي في البيت. في ثلاث أنواع من اليرقات اللي ممكن تظهر عندك في المطبخ والحمام بتربطهم علاقة واحدة، وهي حشرات طائرة، زي مثلا يرقات ذباب الصرف الأسود ويرقات ذباب المنزل الأبيض ويرقات الناموس. الثلاث أنواع دول من الديدان عشان تتفادى ظهورهم من الأساس يبقى لازم تتخلص من مصدرهم أو الحشرات المسؤولة عن ظهورهم. يعني لو أنت كافحت بصورة مستمرة الحشرات الطائرة زي الناموس وذباب المنزل أو ذباب الصرف، فمن الصعب
انها تؤدي في النهايه لظهور الديدان الخاصه بهم. طرق مكافحه هذه الحشرات كثيره ومختلفه، ممكن تستخدم اي مبيد حشري للحشرات الطائره هتتخلص منهم بسهوله. لو مش متوفر عندك مبيد حشري وعايز تستخدم حاجه منزليه، فانت لو جبت طبق صغير حطيته في الحمام وحطيت فيه خل التفاح مع صابون الغسيل وركنته في زاويه وغطيته بغطاء بلاستيك وعملت في الغطاء ده ثقوب صغيره، فاي انثى لذباب الصرف على وشك وضع البيض في الحمام هتدخل في الاناء ومش هتخرج تاني. ممكن كمان تستبدل المركب بماء وخميرة، وهينتج عن المركب ثاني اكسيد الكربون اثناء تفاعل الخميرة مع الماء، وهيتجمع كل الذباب والناموس الموجود في الحمام او المطبخ، وهيدخل من الثقوب الموجودة في الغطاء ومش هيخرج وهيغرق في الاناء. دي طريقة. الطريقة التانية انك تحط شريط لاصق على البلاعة، وطبعا بعد ما تجفف الارضيات كويس وعشان تجبر ذباب الصرف انه ما يلاقيش مياط يقوم بوضع البيض عليها، فهيكون مجبر انه يروح البلاعة، وبكده الشريط اللاصق الموجود على البلاعة هيلزق فيه الناموس واي ذباب صرف هيقرب من البلاعة عشان يقوم بوضع البيض. الطريقة الثالثة وهي افضل طريقة وانا بستخدمها شخصيا، وهو انك تشتري لاصق الفئران اللي بيتم بيعه في الصيدلية وتقوم بوضعه في ركن من الحمام وتطفي نور الحمام وتقوم بوضع شمعة في منتصف اللاصق، وخلال دقائق بسيطة كل الحشرات الطائرة الموجودة في الحمام هتلاقيها كلها لزقة في الشريط. كمان لو وضعت قطعة لانشون او قطعة من البيض في منتصف الشريط اللاصق فهتمسك كمان اي صراصير موجودة في الحمام. طبعا الطريقة دي ينفع كمان يتم استخدامها في المطبخ لصيد الصراصير والحشرات الطائرة كلها. دي تعتبر الطرق اللي ممكن تتخلص بيها من التلات انواع من يرقات الحشرات. طيب ديدان الارض وديدان الدم الحمراء واي انواع ديدان اخرى، وانا بقول الديدان مش اليرقات، لو ظهرت عندنا في الحمام او في المطبخ ازاي نتخلص منها او ازاي نتفادى ظهورها في ارضيات الحمام. اهم شيء لمنع اي ديدان تظهر تحت السيراميك هو انك تعالج اي كسور في السيراميك او اي كسور في مواسير الصرف. بمجرد حدوث كسر في البلاط او ظهور فراغات كبيرة بين البلاط هتتجمع مياه تحت السيراميك، واي مواد عضوية هتنزل مع المياه تحت السيراميك، وبكده هتكون غذاء لنمو ديدان الارض وديدان الدم. كمان اي مواسير صرف مكسورة هينزل منها المواد العضوية والمغذيات للديدان مع مياه الصرف، وهتكون بيئة خصبة لنمو دود الارض او دود الدم. يبقى كده لازم تسد اي فراغات وتصلح اي مواسير صرف مكسورة، ولو عندك الكلور او لو عندك فينيك او الديتول دي كلها مواد كيميائية قوية جدا في قتل الديدان بانواعها. كمان من وقت للتاني هات مية سخنة وتكون درجة حرارتها تكون عالية، اسكبها في اي بلعات او صرف عندك، سواء صرف الحوض او صرف قاعدة الحمام وداخل البلعات، اسكب بعدها الكلور او الفينيك واتركهم 10 دقايق، بعدين اسكب مياه ساخنة تاني جوه هذه البلعات وجوه الصرف، وهتقدر بهذه الطريقة انك تتخلص من اي بيض داخل الصرف وداخل البلاعة. في النهاية النظافة المستمرة والتكفيف المستمر لاي مياه في ارضيات المطبخ والحمام هتسهل عليك المكافحة، هتقلل خطورة الاصابة بدود الرطوبة كل انواعها. كمان التخلص من الحشرات الطائرة بصورة دورية هتقلل من احتمالية الاصابة بديدان الحمام السوداء والديدان البيضاء ويرقات الناموس. وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى لو كانت اول مرة تشوفنا انك تضغط لايك، تكون فرد من اسرتنا، تشترك في القناة. كان معكم احمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.